على انها الله سلام. هذا هو النغم. على الصف اللي ما ترحم. تحياتي لكم حبايب القلب. طلبتوا مني اكلات للعزوبية واليوم انا مثلي مثلكم عزابي ومرتي عند اهلها، فاجيت هيك مستعجل من الشغل تعبان بعد 13 ساعة شغل، قلت لحالي بجيب لي كم صدر دجاج من البيم او من شي ماركت ومنجي مناخدهم هيك، خلونا ننظفهم على السريع ونقطعهم نعملنا كم اكلة عزوبية. وهلا يا اخوان بعد ما قطعناهم هيك نظفناهم من الدم والشخات والعروقة هيك بشكل نظيف، يعني منقطعها هيك بالنص للصدورة بهذا الشكل، وبدنا ناخدها يعني قطع مكعبات قد الشيش، لا قد راس العصفور صغيرة ولا كبيرة قد راسه كله للعصفور، يعني بدها هيك قطع هيك بهذا الشكل حيث تنشك معنا بالسيخ وتستوي بكل أريحية وسطية. يا سلام هيك بهذا الشكل يا اخوان. وهلأ هيك منجي تتبيلتنا المعتبرة على السريع، ناخدنا شوية خل يا جماعة، يعني قدر هيك معلقتين خل تمام يا اخواني، وعنا منجيبنا هيك شي نص ليمونة موجودة بهالبراد، ناخدها بنعصرها او صعي اليوم عزابية نحن لشو الجلي، منزلها هي على الجنب نعملها هيك منشوب تشكي العصرة يا جماعة. يا سلام. هلأ يا اخواني عنا البهارات، بابريكا حلوة ناخدنا هيك يعني تقريبا ابو نص معلقة، طبعا انا حاكتب لكم كل شي بصندوق الوصف، كاري كمان تقريبا نص معلقة، ماجي كمان نفس الشي. هاي النكهة الاساسية تبعنا، منجيب الهيل المطحون نعملنا رشة وما منوصخ كمان معلقة من شانه، طبعا الهيل المطحون اذا في اي زناخة او اي شيء بيروح لنا هذا الشيء يعني وبيعطيها هيك النكهة زاكية. زنجبيل مطحون كذلك الامر. عنا الفلفل الابيض، ليش مو الاسود؟ دائما بالدجاج بنستخدم كل شيء ابيض، فلفل ابيض يعني نعرف كيف نركب البهارات. وعنا ملح تقريبا بنحط يعني قدر نص معلقة، انتو قدرون يعني بتقدير قدر نص معلقة، وانا بكتب لكم العيارات كلها بصندوق الوصف. هلأ هيك تمام. عنا لبن كمان نص معلقة، وعنا نص معلقة دبس فليفلة حلوة ونص معلقة دبس بندورة تمام. ناخد هالتومات منجيب هالمدقة، واتفقنا ما نوصخ جلي لانه حتوقع براسي اليوم الجلي يعني، وبنفس السكينة اللي قطعنا فيها بنعمل لهم هيك. يا سلام. هلا دائما يفضل الخلطة نحطها لحالها ونضربها على الخلاط مع شوية زيت زيتون تمام اخواني، بس تخلطوها على الخلاط وتمتزج كلها مع بعضها وبعدين نضيفها على التتبيلة، فدائما نحن هيك بنستخدم بالمطاعم، بس كونه نحن عزابية على بعضنا وكمان في ناس يعني متزوجين جديد وهي وزوجها وبدها تعمل أكلة هيك سريعة بالبيت، فبتجي هيك لا بدها خلاط ولا بدها توصخ، يعني أبو ربع ساعة نص ساعة بالمطبخ بتكون شغلتها تمام التمام. نجي هلا منجيب زيت الزيتون كمان تقريبا يعني قدر شي نص كاسة شاي. يا سلام. وهلأ نخلط تتبيلتنا مزبوط، يعني تتبيلة سريعة خفيفة نظيفة بسيطة، لا بدها كتير جلي ولا بدها كتير مكونات. نكمش قطعة الشيش هيك، ما بنشكها من طرفها ولا من جنب، نحاول قدر الامكان نفوت فيها من النص تمام، يعني تضل ماسكة اخواني بهذا الشكل تمام، يعني مثل هاي بنفوت فيها هيك نضل ناخدها ونجيبها على النص لنشكها هيك، ما في احلى منها.
هذا هو السيخ اللي عليه علامات. بننزله هون، خلونا نشكم دقيقتين ونرجع لكم بسرعة. ولا اخواني بنجيبلنا هيك شي حطين بصل، ولا ننسى هيك الفليفلة والبندورة، بتعرفوا الشيش يعني بدها هالشغلات هاي. صينون بالنص لانه نحن اليوم اكلة الشيش عم نساويها على المقلاية، يعني ان شاء الله فكركم لما بتروحوا تجيبوا سندويشة شيش بيكون مساوي لكم اياهم على الفحم، لا بيساوي لكم اياهم على الجريت على الشاورما وبيعطيكم اياها. فبننزل هيك حبتين معهم كونه نحن عم نساويها بالمقلاية، واللولي ما بدهم، وبنقول يلا خلينا نعذبهم هلا شوي. شغلنا المقلاية اللي عنا، منجيب الزيت الموجود عنا ومننزل بهالزيت. طبعا المقلاية لازم تكون حامية، مو كتير يعني بشي وسطي، هذا القدر كافي. نتركهم هيك يحمولهم ثانيتين. جبنا هيك اول سيخ، ويا سلام يا عين على النغم يا عين. نجيب الثاني نشوها، هذا درس التعذيب اسمه. هذا هو النغم، بس تسمع هي شقشة طشطشة، يعني هذا صوت النغم الأصلي. ناخذ اللول اخواننا نزتهم هيك على جنب، خلوهم يطفولهم شوي. ناخذ الكم بصلة اللي عنا نعمل لهم هيك، نقول لهم تعوا انتوا نزلوا لي هيك هون، وشوي شوي على مهلهم بيشرشروا على بعضهم. يا عيني يا جماعة الريحة بتبكي بتبكي بمعنى الكلمة. بنجيب هيك ونقلل الفلفل فعلا الموديل اللي ما بيرحم. السلام، تعالوا انتوا لهون تعالوا. هذا النغم الأصلي. هذا يا جماعة النغم الأصلي. هلا بنحط لنا لحسة دبس فليفلة، لا ننسى المكون الرئيسي دبس الرمان، يعني مايونيز زي حسب الرغبة على الخفيف يعني. يا سلام، والكاتشب مثل ما اتفقنا كله جاهز. هلا بندهنهم هيك كلياتهم. هي خبزتنا الرئيسية يا جماعة، نوزعهم بهذا الشكل. بنجيب هي هيك لتعي، بنعمل لها هيك يا سلام، بنقول لها تعي طبقها، نعمل لها هيك نفتلها هيك الفتلة العجيبة، بنحطها عشان نحمرها فوقهم. هلا اشتغل السحب يا خالي، قرب لي قرب لي. هلا السلام، شو هاد شو هاد يا لطيف يا لطيف. هذا الحكي اللي بيجي منه بالفحص يا لطيف. هذا هو النغم، اسمه النغم على اصوله. هلا عبين ما هيك لولا يتنهنا هيك شوي صغيرة. يا سلام، عيني عليك يا عزيزة. شو منجيب هلا من سقسة؟ منجيب خبزتنا اللي دهناها من سقسقها ومنعمل لها هيك. يا سلام، هذا هو النغم، بلش سقسة. شوفوا لي هيك على الصفة اللي ما بترحم،
هلأ يا أخواني، إذا كنت كتير قبضاي ووحش ومالك قليل مروة، بتعمل لك مقلاية بطاطا وبتحطهم هون جنبهم. أنا بالنسبة لي لا لي قبضاي ولا لي وحش، لك عمي ولك قليل مروة. ما حساوية. هلأ بس في شغلة هي اسمها الفن، طبعا فيكن ساوة فيكن لا، زبدية صغيرة بتحطوا فيها نقطتين زي وبتشغلوا هالفحمة اللي عندكن هون. يا سلام، أطلق نارة يا بي، هي احلى نارة، وبتغطوها هيك وبس تبلش تدخن، تعملوا لها الحركة العجيبة بتقولوا لها دخنة. شايفين يا اخواني، تتركوها دقيقتين ثلاثة اربعة لهلا عم تدخن تتفاعل، والافضل تتركوها لتنتهي الدخنة على الاخير. ليش انا دخنتها بهي الطريقة؟ كل واحد له طريقته بالتدخين، فينا ندخنها بالمقلاية او بالطنجرة ونغطي عليها. دخنتها هلا اخر شيء عشان تحفظ اخر نكهة نحط تطلع اللي هي الدخنة، فلما نفتحها وناكل دغري فعلا كأنه مطالعينها من على المنقل 100%. شوفوا لي على هالنغم، انا ما راح احكي، انتوا احكوا وقارنوا. بسم الله، شوف لي على النغم. الله، هذا هو الشغل اللي ما بيرحم واللي عليه على ما حاسس حالي بشغل هالمشوى والمنقل الفحم، وعم قل لهم يلا استووا لاحقكم. جهزنا المايونيز والكاتشاب ودبس الرمان، يعني شغلة أساسية، بنعملنا سحبة من هي هيك. يا سلام، هي اكبر قطعه، عشان ما تقولوا لي استويت وما استويت، هي اكبر قطعه فيهم. شوفوا لي على النغم، يا سلام، رايحه نيفه بمعنى الكلمه. فبتغمسوها بالشغله اللي بدكم اياها، تعمل لها هيك. شوفوا لي هالبصله اللي ما بترحم، بتطلعوا هي العنقوزه اللي بالنص، هذا زر بيقولوا له. تعال عندي، تعالوا يا حبايب لعندي. شوف لي هي الخبزه دي منتهيه، تاخذ لك شقفة منها هي، تلف لك هيك شي شاي صغيرة، بتلكها بدبس الرمان، بتقلا انزلي على المعدة غواصي. ايه على هالصفة اللي ما بترحم. سلام، هذا هو النغم. قال بيقولوا لك العزابي ما بيدلل حاله، مين قالكم ما بيدلل حاله؟ أحسن ما تشتري لي سندويشة أو وجبة بأربعين ليرة، بتجيب أربعين ليرة بتساوي وجبة بالطعمة عشرة، تمام؟ بس فوت وشمر على إيديك شوي، وبطريقة سهلة وخفيفة ونظيفة وصحية وما وسخنا شيء، يعني شغلة ربع ساعة نص ساعة الزمان بتحط وجبة بالطعمة ثلاثة، وبتاكل وأنت مبسوط ومرتاح بهي النظافة وهي النكهة الطيبة. ومثل ما وعدتكم وزبطت لكم وضعكم للعزابي، فصرنا جماعة العزابية صفينا جنب بعض. إذا عجبتكم الوصفة وبتحبوا هيك أكلات سريعة دائما بالبيت، كتبوا لي بالتعليقات، ولا تنسوا الاشتراك يا جماعة وتشاركوا المنشور. كان معكم الشيف بلال، تحياتي.